هذا وحصد الفريق الملكي القدرة متمثلا بأجنحة الرعود وفيكتوريوس والزعيم على المراكز الثلاثة الأولى في سباق سامورين الدولي للقدرة لمسافة 160 كيلومترا، ليوصل الفريق أفضليته في الساحة الأوروبية تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في شهر سبتمبر القادم في فرنسا. وحقق فارس فريق الرعود محمد عبد الصمد البستيكي المركز الأول بعد منافسة قوية، فيما حل الفارس سرحان عبد الحميد العنزي من فريق فيكتوريوس في المركز الثاني، وجاءت الفارسة منال فخراوي من فريق الزعيم في المركز الثالث. وأشاد الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة بالدعم البارز الذي يحظى به الفريق من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمل الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، الأمر الذي ساهم بوصول الفريق إلى منصة التتويج والهيمنة على سباق 160 كيلومتر. وأكد الدكتور خالد أحمد حسن أن هذه المشاركة تعتبر مهمة للفريق قبل المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في شهر سبتمبر من العام الحالي بمدينة مونبازير بجمهورية فرنسا. هذا وجرى تتويج الفرسان الفائزين بالمركز الأولى في قرية البطولة، حيث حققت البطولة نجاحا لافتا من الناحية التنظيمية في ظل حرص اللجنة على توفير كافة الاحتياجات للفرسان وتهيئة الأجواء المثالية لهم، مما ساهم في رفع وتيرة المنافسة في السباقات.